بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم كريم عدلي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من إيزي فيت كير. بعتذر عن الغياب الطويل الفترة اللي فاتت نظرا للظروف الغريبة اللي احنا كنا فيها. تقريبا أنا كنت الطبيب اللي شايل منطقة بريدة في وقت الحظر في السعودية هنا. طبعا كان شغل كتير، ما كانش في صيدلات شغالة. احنا اللي كان معانا تصريح بالشغل للجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في بريدة، هي اللي كان معاها تصريح بالشغل. فكان في ضغط شغل شوية، بعتذر جدا في فترة الحظر بتاعة رمضان والعيد. حاليا الوقت الحظر بدأ يفك شوية، ويا رب إن شاء الله مع عودة المساجد وعودة الحياة مرة أخرى للمساجد شيء في منتهى الجمال، وشيء يعني راحة نفسية كبيرة جدا إن الصلاة ترجع في المسجد تاني، صلاة الجمعة ترجع في المسجد تاني. كان نفسنا نصلي التراويح في رمضان في المسجد، لكن الحمد لله على كل شيء. ربنا يخلص العالم كله من البلاء اللي احنا موجودين فيه. هو النهاردة ان شاء الله هيبقى فيديو توعوي لايت كده شوية خفيف، مش هيبقى فيديو تقيل هيفي. يعني هنتكلم فيه عن كذا بوينت. اولا على الجو الصيفي اللي احنا داخلين فيه دلوقتي بالنسبة للمربيين الماشية، والاخطاء الشائعة اللي بيعملوها في دخول الصيف. طبعا معظم الامراض المرتبطة حاليا في الصيف لمربين الماشية هي الامراض الدموية. طبعا معظم الناس بتطعم دموي، وده شيء كويس جدا، ده شيء محترم. يعني في ناس ما بتطعمش، وفي ناس تقول لك طب انا عندي دايما بحس ان في نهجان وفي لهس في الحيوانات بتاعتي، سواء كانت اغنام سواء كانت ابقار. النصيحة في الوقت ده ان احنا بنحاول ان احنا طبعا اول حاجة ان احنا نطعم دموي. تاني حاجة ان احنا ندي حاجة رافع مناعة وحاجة انتي ستريس زي الفيتامين سي. ضروري جدا يا جماعة الفيتامين سي، استمرارية وجوده فترة الحر ده كمان هو طبعا رافع مناعة ممتاز جدا في الشتاء، ورافع مناعة كمان في الصيف، وكمان زيادة على كده ان هو مضاد للإجهاد الحراري، انتي ستريس. يعني بنصح اي واحد عنده حيوانات سواء كان ابقار سواء كان اغنام سواء كان ابل سواء كان حتى دواجن يستخدم الفيتامين سي في الوقت ده. وطبعا في اخطاء شائعه ان الناس تقول لك الفيتامين سي يتحط في اي وقت في اليوم، وهو يتحط في اي وقت في اليوم اوكي، بس هو يفضل ان هو يتحط في فتره من اول غروب الشمس، يعني نقول مثلا من 6 مساء لوقت 6 صباحا قبل الشمس ما تطلع. هيكون الحيوان شرب في الوقت ده، هيبدا يشتغل في جسم الحيوان، هيديني طول اليوم، هيخلي الحيوان في نشاط وحيويه احسن، هيخلي الحيوان حالته افضل، هياكل هيشرب هيتحرك معاك، مش هتحس ان هو بيلهس على طول او في حاله اجهاد باستمرار. ده ما يخص الفيتامين سي واستخدامه في الحيوانات في وقت الصيف اللي احنا فيه ده. احد الاخطاء الشائعة التانية استخدام البنسلين او البنستريب لاي اسهال. اجي الاقي واحد دايما مراجعين او مستخدمين اصحاب حلال يقول لي والله انا عندي الحال بتاعي فيه اسهال وبديه بنسلين مع خفض حرارة. طبعا الكلام ده مش مظبوط، ما ينفعش ان انا ادي دايما بنسلين تحت اي ظرف من الظروف. يعني مش اي مرض هديله بنسلين، مش اي مرض هديله اكسيترا سايكلين. لو انت واثق من المرض اللي عندك ان يتماشى مع البنسلين، لو انت واثق ان المرض اللي عندك يتماشى مع الاكسيترا سايكلين اتس اوكي. مش واثق، راجع البيطري اللي موجود في منطقتك، او راجع الوحده اللي موجود فيها، راجع الدكتور اللي انت متابع معاه، هيفيدك اكتر ما انت بتحاول ان انت تعالج، وبدل ما تعالج بتبوظ الدنيا اكتر. مش دايما بندي اوكسي في حالات الاسهال، مش دايما بندي بنسلين في حالات الاسهال، في حاجات تانية كتير جدا. في احيانا بلاقي ناس تدي من الاخطاء الشائعه جدا برضو الاوفر دوز. الاقي ناس يقول اقول له مثلا ادي الحيوان ده مثلا وليكن 5 سنتي. طب يا دكتور انا بديله 7 سنتي 8 سنتي. طبعا ده غلط. لو مش الحيوان هنقول ان هو مثلا مناعته ضعيفه، او لو هنقول ان الحيوان ممكن يكون يحصل له سايد افكت اعلى، يعني بدل ما هو بيتعالج انت بتضره اكتر. ده اللي اقدر اقوله لك يعني بالبلدي كده، لان انا ما اقدرش اتكلم معاك في الموضوع طبيا قوي هتخسر ايه او ايه اللي هيجرى لك بالظبط او ايه اللي هيجرى للحلال بتاعك. لكن في بعض الحالات توصل للنفوق، في بعض الادويه اللي بيبقى السيفتي مارجن فيها قليله شويه توصل للنفوق معانا. وزي ما قلنا كده الاخطاء الشائعه الثانيه عدم الاستمرار في الجرعه بالحد المطلوب. طبعا انت لو متخيل ان انت طالما الحاله اللي عندك خلاص تعافت وخفت، وانا قايل لك استخدم العلاج 4 ايام، او حتى الدكتور قال لك استخدم العلاج 5 ايام، وانت استخدمته لمده يومين او ثلاثه ووقفت العلاج،
ده ممكن يدي مناعه زياده للبكتيريا اللي انت بتعالج منها، تيجي بعد كده تديها العلاج تاني ما تستجيبش معاك العلاج. فدي يا جماعه من الاخطاء الشائعه جدا 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 اللي يا ريت نخلي بالنا منها في التعامل بالذات مع الحيوانات. حاجه كمان في حالات دايما لما يجي واحد يقول لي مثلا انا عايز فيتامين واقول له مثلا جرعته جرام على اللتر ويحط من الفيتامين جرعه زياده جدا اعتقادا من انه كل ما زود الجرعه اكتر كل ما زاد التحويل اكتر، برضو دي من الاخطاء الشائعه. مش هنقول على الادويه، الفيتامينات وضعها مختلف شويه. طبعا انت للاسف الشديد بتزود على نفسك الماني كوست، يعني بتزود على نفسك التكلفه. يعني بدل ما انت بقول لك مثلا حط جرام على اللتر هيدي لك الافيكاسي او المفعول اللي حضرتك محتاجه، لما تحط انت 2 جرام او 3 جرام على اللتر ده هيزود عليك التكلفه، مش هيضر ومش هينفع، يعني لا هيضرك ولا هينفعك، بس هيرفع عليك تكلفه الانتاج. تيجي تلاقي في الاخر تقول انا مصرفت فيتامينات كتير جدا، الدكتور اداني فيتامينات غاليه جدا، الدكتور كلفني فيتامينات كتير جدا. لا، في الاخر انت اللي كلفت فيتامينات كتير اعتقادا منك. ان انا بقول لك مثلا حط على ال 20 لتر 20 جرام، او حط على الكيس ده يكفي 1000 لتر وانت تحطه لي على 500 لتر، دي كارثه كبيره جدا. من الاخطاء الشائعه برضو دايما ان الناس بتستخدم ابر الايفرمكتين بغرض التسمين، اللي هي الايفوماك او مضادات الجرب، او ان الابر دي بتسمن. يا جماعه الموضوع الابر دي ما بتسمنش، الابر دي مضاد طفيليات. هي ممكن يكون حيوان عندك فيه طفيليات منعه او في ديدان منعه ان عمليه التحويل، فلما بتدي حاجه مضاده للطفيليات انتي بارازيتك وبتدي معاها حاجه زي الالبندازول مثلا في الميه بيفرق معاك في التحويل. لكن من الاخطاء الشائعه ان هي ابره للتسمين، هي طبعا مش ابره للتسمين ومش حقنه للتسمين، ليها وظائف تانية كتير، بتحارب مثلا حاجة زي رينج وورم، بتحارب الجرب، الطفيلات الداخلية والخارجية، دي وظيفتها، لكن مش وظيفتها ان هي بتزود عملية التحويل للحيوان او كده، لا بالعكس، هي ممكن يكون بتعدل وظائف في الجسم، تخلي الجسم يزود عملية التحويل، لكن مش بشكل مباشر هي ابرة التسمين. اللي بيقابلنا ناس كتير جدا يقول لي يا دكتور بعد اذنك انا عايز ابرة جرب او ابرة ايفوماك عشان هي للتسمين، هي مش للتسمين. ده ما يخص بعض الاخطاء الشائعة اللي بيعملها اصحاب المواشي او اصحاب الحيوانات في التربية ليهم. في نقطة بقى بعيدا شوية عن موضوع الطب البيطري او عن 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 موضوعاتنا احنا كفيترينيريان، او عن حتى حاجة تهم مستهلكين الحيوان مربين الحيوانات والماشية او كده. عايز بس اتكلم على نقطتين سريعا جدا بدون اسفاف. انا طبعا شفت فيديو لوحدة اسمها مش عارف حاجه الشمري كده على اليوتيوب، طالعه بتشتم في المصريين وفي الجاليه المصريه، وانا مش هقعد اسف اللي قاله ناس كتير جدا جدا في فيديوز كتير ردوا عليها ان احنا اللي علمناكوا واحنا اللي اكلناكوا واحنا اللي وصيناكوا واحنا اللي خليناكوا واحنا اللي عالجناكوا واحنا اللي علمناكوا الدنيا تمشي ازاي وان انتوا من غيرنا كنتوا ولا حاجه. انا مش هقول الكلام ده كله ولا وقفنا جنبكوا في الحرب ولا اي حاجه من الحاجات دي، هقول رد بروفيشنال جدا سمعته من احد الناس المحترمه، ان زي ما قال الموضوع ده عرض وطلب. حضرتك عندك عجز انك توفر اطباء، عندك عجز انك توفر مدرسين، عندك عجز انك توفر عماله زي مهندسين، فبتضطر اسفا انك تبعت للسفارات في دول مختلفه منها مصر. انت بتقول انا محتاج الكوادر اللي عندكم، احنا بنديك كوادرنا، احنا بنديك من الكوادر اللي عندنا، مش منتظرين من سعادتك كلمه شكر، مش منتظرين من سعادتك انك تقول ان احنا عملنا حاجه كويسه، بس في نفس الوقت ما تطلعش تشتم وتقول احنا مش شركائك في الوطن. احنا مش شركائك في الوطن، احنا لينا بلدنا اللي بنعتز بيها، احنا هنا موجودين كلنا متغربين في اماكن عشان نأدي وظيفه محدده بكل ادب وكل احترام. انت بتاخد مني شغل مقابل ده، باخد منك مقابل مادي، يعني مقابل الشغل اللي انا بديهولك، انت ما بتمنش عليا ولا انا بمن عليك. فبعد اذن الساده المسؤولين في دوله الكويت، كان حد بيسمعنا يعني او حد متابعنا، يا ريت بعض الاشخاص المغرضين اللي بيطلعوا بكلام فاضي زي ده يعملوا عداوه بين شعبين هم فعلا شعبين شقيقين. الناس متخيله ان الكويت ان المصريين كلهم كده، والمصريين كلهم متخيلين ان كل الناس الكويتيين او الكويته كده، الكلام ده مش مظبوط. انا ليا اصدقاء على المستوى الشخصي ناس محترمه جدا وناس في منتهى الذوق والادب، وليا ناس اهلي وقرايبي في الكويت، فطبعا الموضوع ده مش صحيح تماما. موضوع ان الشعبين بيكرهوا بعض، او ان الاستاذه دي او غيرها اللي طلعت عضو اللي هي عضو في مجلس النواب
او طلع حتى مذيع بعد كده وقعد يشتم في المصريين. دول حالات فرديه يا جماعه، فعلا حالات فرديه، ف يعني يفضل ان احنا ما نردش عليهم ونتعامل معهم على انهم مش موجودين، ونخلي الدوله هي اللي تتعامل معهم وترد عليهم. او لان انت لما بتدي له قيمه اكبر من قيمته وبتقعد تشير في الفيديو بتاعه وتوصله لعدد كبير جدا جدا من الناس، ده بيديله حجم اكبر من حجمه. معلش انا خرجت بره موضوع القناه وبره موضوع الحلقات بتاعتنا، بس شيء استفزني جدا فكنت حابب ارد عليه. النقطه الثانيه، تعامل دوله زي مصر مع ازمه الكورونا، وان الناس كلها دلوقتي تقول ان مصر كانت اول كانت في الاول زي الفل وما فيش اصابات وان احنا كنا تمام وكنا كويسين. انا كان ليا راي دايما، حتى الناس المقربين ليا عارفينه كويس جدا، اصدقائي واهلي، ان الكلام ده غلط تماما. مصر ما كانتش سليمه من الوباء، احنا اللي تعاملنا مع الموضوع دايما برضو زي كل مره بالكذب وبالتضليل الاعلامي، والاعلام طلع يقول لك الشعب عنده وعي واحنا ما عندناش اصابات. يا جماعه ده كان وباء عالمي، يعني مش على قدك انت ومش حاجه تخصك انت ومش حاجه يعني هتقلل من شأنك لما تقول ان انا لما تقول عدد اصاباتك الصح. صدقني ده مش مظبوط. اللي انت عملته انك ضللت الناس، ده اللي كان غلط. وانك بعد كده جيت تقول انا عايز اعمل حظر، مع احترام الشديد لسعادتك، لما جيت تعمل حظر فكر زي الدول اللي احنا كنا موجودين فيها. لما جيت صرفت انت بدل اعانه للناس مش عارف 500 جنيه للناس اللي ما بتشتغلش او الناس المتضرره، الله اعلم انت صرفتهم عدد قد ايه، وهل الناس دي استفادت فعلا ولا ما استفادتش. دي حاجه انا لان انا مش موجود في مصر فما اعرفهاش قوي. لكن كل اللي حصل دلوقتي ان انت في ناس فعلا ما تقدرش تقعدهم في بيوتهم، ما تقدرش. الناس بتاخد قوتها اليوم بيومه، الناس بتاخد اكل عيشها اليوم بيومه، ما تقدرش تقول له فجاه اقعد في البيت واقعد في البيت من غير مصدر رزق. يبقى انت هو هينزل غصبا عنك يشتغل، لان انت ما وفرتلوش البديل، ما وفرتلوش البديل. المفروض قبل ما تقول في حجر او في حظر، يا جماعه في حظر تجول من الساعه كذا للساعه كذا ولازم الناس تلتزم بالموضوع ده، اوفر البديل ليهم قبل ما اوفر، قبل ما اقول ان في حظر. دي نقطه. النقطة التانية، الغرامات اللي موجودة على الكمامات وغيرها في مصر دلوقتي. يا جماعة أنا هقول لكم، شوفوا دولة زي السعودية اتعاملت ازاي مع الموقف. دول الخليج ودول العالم كلها تقريبا بتتعلم من وزارة الصحة في السعودية هنا عملته مع في التعامل مع أزمة كورونا. يعني احنا دلوقتي بدأنا نفوق من الحظر، الحظر دلوقتي اتفك بصفة بصورة شبه يعني تقريبا شبه كلية. الحياة شغالة هنا من الساعة 6 الصبح للساعة 8 بالليل. احنا فضلنا محظورين فتره طويله جدا، المساجد فضلت قافله فتره طويله جدا، في مناطق لسه ما زالت الحظر عليها وتحت الميكروسكوب بدرجه كبيره جدا زي مكه زي المدينه، الاماكن دي لسه تحت الحجر تحت الحظر. فتشوفوا دوله زي السعوديه اتعاملت ازاي، كوادرها الطبيه عملت ايه. احنا للاسف حصل لقينا عندنا عجز في الكوادر الطبيه، اكتشفت فجاه ان كلهم بره مصر او ان كلهم مش موجودين او ان العدد اللي عندك غير كافي، فلجأت الحاجات التانية تحاول تعملها علشان توفر عدد أطباء موجودين، وتقول الصيادلة هيدرسوا سنة أو اتنين ويتعينوا دكاترة بشريين أو ياخدوا المواد اللي ناقصاهم أو الحاجة الغريبة، القرار الغريب اللي أنا قريته وشفته. يا ريت يكون فعلا قرار غلط، إن الكلام ده مش مظبوط. تعامل مصر مع أزمة وباء كورونا كان تعامل خاطئ 100%. دلوقتي انت بتقول الكمامات عليها غرامات، وفر للناس كمامات، وفر للناس كمامات باسعار كويسه. ما اسمعش من واحد صاحبي ان في واحده كانت داخله البنك بتاخد كمامه من واحد واخدها من واحد. يا فندم سعادتك لو نزلت الكمامه من على الفيس ماسك ده، لو نزلته من على وشك كده اصبح غير صالح انك ترجعه مكانه تاني، لان ببساطه شديده ممكن يبقى لقط حاجه انت لقيتها من الجو وهترجعها تاني يبقى عدوى ليك. فبعد اذن الناس، بعد اذن المسؤولين في مصر، بعد اذن وزاره الصحه. يعني يا ريت يبقى في توعيه اكتر من كده، يا ريت يبقى في توعيه بجد اكتر من كده، مش مجرد شو اعلامي بنعمله، انا عايز يكون في توعيه حقيقيه ضد وباء كورونا اللي موجود دلوقتي، لان فعلا الوضع في مصر بقى متازم، الوضع في مصر بقى صعب جدا. يا ريت المسؤولين يتعلموا، مش عيب اعرف ايه اللي حصل في دوله زي السعوديه اتعاملت مع الموقف ازاي، دوله زي الاردن اتعاملت مع الموقف ازاي. اللي وصلت لغايه دلوقتي 100 تقريبا الاصابات فيها تكاد تكون لي تو زيرو، مفيش اصابات، مفيش ناس سيطرت على الوضع بصوره كبيره. انت 100 مليون بس عندك كوادر كتير، عندك تقدر تعمل الحظر. الناس ما كانتش بتلتزم بالحظر انك ما وفرتش البديل، وفر البديل وقول للناس انتم محظورين، واللي ما يلتزمش غرمه. لكن ما تجيش تقول لي انا الناس محظوره عندي
والناس ما بتسمعش الكلام وما بتلتزمش وبتنزل تروح الاسواق وبتنزل الباقي الجائلين والناس اللي في الشوارع دي ناس بتاخد قوت يومها اليوم بيومه، فما تجيش انت تحجر عليهم وتقول لهم اقعدوا في بيوتكم وموتوا من الجوع، ده مش منطقي. معلش هما دول نقطتين كانوا بعيدا تماما عن شغلنا او عن الحلقات بتاعتنا او عن سياق الحلقات بتاعتنا. ان شاء الله باذن الواحد الاحد هيبقى الحلقات اللي جايه بانتظام باذن الله، باذن الله بانتظام. الحلقه الجايه هنتكلم فيها عن حاجات عن البيت، عن بيت انيمال، بيتس القطط الكلاب التعامل معاهم ازاي، وهنحاول يبقى في حاجات لايف موجوده معانا، حالات مرضيه وحاجات عملناها، هنحاول يبقى معانا حيوان قط مثلا او كلب نتعامل عليه نشرح عليه لايف ان شاء الله. فالفتره الجايه ان شاء الله في حلقات هتبقى ادفانسد شويه، هتبقى بروفيشنال اكتر ان شاء الله الفتره اللي جايه، ويا ريت تعذرونا على التاخير مره تانية، ويا رب ما تنسوناش من الدعم بتاعكم دايما باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. واتمنى دايما الناس كلها تكون في صحه وفي امان، والناس تفوق من جائحه كورونا دي بخير، ونطلع منها كلنا على خير ان شاء الله، وما يبقاش في يعني اتمنى العالم يفوق من الازمه دي قريب باذن الله باذن الله، واحنا هنحتاج سنين طويله علشان العالم يرجع يقف على رجله ويفوق تاني من الازمه دي. وفي نهايه الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.